سلام بنات، كنتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا كيف ما كتعرفوا ما شاء الله مع هاد الحرارة كنبغيو أي حاجة تكون باردة، فبغيت نشارك معكم واحد الكلاص منزلي كيجي رائع في المذاق ديالو. أنا متأكدة أنه غينال الإعجاب ديالكم وحتى وليداتكم وعائلتكم إن شاء الله. بلا ما نطول عليكم غندوزو المكونات، واللي كيف ما كتشوفوا في المتناول ديال الجميع. غنحتاجو علبة ديال كريم غلاسي، فأنا هنا خديت بنكهة الفانيلا باش نقسمها ونديرها على ثلاثة ديال النكهات. عندنا كاس ديال العنبة من الحليب بودغ ونصف لتر ديال الحليب. بالنسبة للحليب تكونوا ديجا دايرينو في المبرد أو المجمد حتى يبرد مزيان، باش كيساعدكم ملي كتبغيو تخفقوا الكريمه ديال الكلاص. بالنسبه لباقي المكونات غنحتاجو سكر سنيده، غنحتاجو فلون بنكهه الشوكولا والفاني والفريز، وحتى دانون غنحتاجو ثلاثه ديال النكهات بحال الفلون، يعني عندنا الشوكولا عندنا الفاني وعندنا دانون بنكهه الفخاز. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو، يعني مكونات اللي هي بسيطه وفي المتناول ديال الجميع. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نبداو بسم الله في تحضير هذا الكلاص، فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو. غنضيفو نصف لتر ديال الحليب، وكيف ما قلت لكم الحليب ضروري انه يكون بارد مزيان، يعني تكونوا درتوه في المجمد اولا المبرد حتى برد لكم مزيان باش كيساعدكم. غنضيفو ليه العلبه كامله ديال الكريم غلاسي بنكهه الفانيلا، فكنضيفو العلبه كامله باش كتخرج لينا واحد الكميه اللي هي كثيره. غنضيفو سكر سنيدة، بالنسبة للسكر فكيبقى حسب الذوق ديالكم، تقريبا أنا ضفت كاس ديال العنبة ما عمرش بزاف ديال سكر سنيدة. وغنضيفو كاس ديال العنبة من الحليب بودغ، وكنبداو بسم الله. غادي نطربو هاد المكونات مزيان بالطراب الكهربائي. فإلا ما كان عندكمش في الدار تقدروا تستعملوا الطراب اليدوي، غير هو غادي يحتاج منكم واحد المجهود اللي هو كبير شوية. Thank you.
فمن بعد ما سالينا كيف ما كتشوفوا كتجي الكريمه بهذا الشكل هذا، يعني شاده في راسها مزيان وعاقده، يعني فاش كنستعنوا بالطراب اولا بالطراب الكهربائي يعني كيساعدكم مزيان، وكتطلعوا الكريمه في واحد الوقت اللي هو قصير. دابا غناخذوا هذه الكميه هذه اللي خرجنا وغنقسموها على ثلاثه ديال المرات باش كنضيفوا النكهات اللي كنفضلوا. بالنسبه لي انا كيف ما شفتوا وكيف ما ديجا ذكرت اني غنستعمل الفريز، نكهه الفريز والفاني والشوكولا. تقدروا نتوما تضيفوا النكهات اللي كتفضلوا اولا اللي كيعجبوكم. فغنقسموا هاد الكميه هادي بالنسبه لهاد الكميه هادي اللي خديت دابا، غنضيفوا ليها ياغورت ديال الفريز مع الفلون ديال الفريز. هاد الكلاص تقدروا تخليوه غير هكا كيجي المذاق ديالو زوين بزاف، وفي نفس الوقت تقدروا انكم تضيفوا ليه نكهات مختلفه. غنضيفو دانون ديال الفريز، غنحطو على جنب وغناخدو الكمية الثانية وغنضيفوا ليها دانون بنكهة الفانيلا. والفلون حتى هو بنفس النكهة اللي هي نكهة الفانيلا. وبالنسبه لاخر كميه اولا الكميه الثالثه، غنضيفوا ليها دانون ديال دانيت ديال الشوكولا والفلون حتى هو ديال الشوكولات. تقدروا تزيدوا تضيفوا واحد الملعقه ديال قهوه سريعه الذوبان حتى هي كتعطيكم واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. فمن بعد ما ضفنا النكهات ديالنا غنخلطو مزيان غير بالسباتول اولا بالملعقه، فكنخلطو هذوك المكونات مزيان باش ما يبقاوش فيهم الحبيبات ديال الفلان.
من بعد ما خلطنا جميع المكونات كنعاودو نطربو مرة أخرى بالطراب الكهربائي تقريبا 5 دقائق باش كنزيدو كنخليو هذيك الكريمة ديال الكلاص تزيد تعقد مع دانون اللي ضفنا، وفي نفس الوقت باش ما يبقاوش عندنا الحبيبات ديال الفلان. فبنفس الطريقة غادي ندير حتى النكهة ديال الفانيلا وديال الفريز. دابا غناخدو العلبة فاش غنوضعو الفريز، فأنا غنوضع في هاد العلبة هادي وكنضيفو النكهات بثلاثة بيهم. من بعد غندخلو الكلاص ديالنا المجمد ونخليوه تقريبا تقدروا تخليوه ليلة كاملة حتى يشد فراسو مزيان، ونرجع باش نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديال الكلاص. فمن بعد ليلة كاملة الكلاص ديالنا كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي زوين بزاف في المنظر وحتى في المذاق ديالو. كيف ما شفتوا معايا من بداية الفيديو فهو كلاص 100% منزلي، سهل واقتصادي وفي المتناول ديال الجميع. كنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم وتجربوه. تلقاو إن شاء الله في وصفة جديدة بالصحة والراحة.